جزاكم الله خير. من أسئلة السائل من اليمن يقول: هل يجوز للنساء أن يصلينا في البيت جماعة وأيهما أفضل؟ وإذا كنا أكثر من ثلاث أين تكون المؤتمة، عن اليمين أم عن اليسار؟ نعم، يستحب للنساء أن يصلين جماعة وتكون إمامتهن في وسطهن ولا تتقدم عليهن في البيت أو في أي مكان. إذا اجتمعنا يجوز صلاة النساء جماعة مع بعضهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تصلي بالنساء جماعة في بيتها. نعم.